يا ابن آدم اكفني أول النهار بركعتين أكفك آخرة. وجاء أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث فرجح قريبا وغنم كثيرا، فقالوا ما أسرع هذا البعث وما أكثر غنيمته. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أقرب من ذلك عودة وأكثر من ذلك غنيمة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لأن يعمل أيسبغ أحدكم الوضوء فيعمد إلى المسجد فيصلي ركعتي الضحى، يعني يكون أكثر غنيمة من اللي راحوا وغزوا وغنموا وبسرعة ورجعوا بالغنائم. والله ومن المجرب يا إخوان عند كثير من الناس وما نسمعه من الآخرين أن من تعود ركعتي الضحى إذا صلى ركعتي الضحى يظل طيلة نهاره مستبشرا مطمئن النفس قرير العين، قل أن يرد عليه ما يكدر خاطره. يكفي أنه لم يكتب من الغافلين، كتب من الأوابين، غفر له ذنبه، بني له بيت في الجنة باختلاف عدد الركعات، وليس هناك إلزام بالعدد.